كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. ايش هذه المباراة الجميلة؟ ما هذه المدرجات الاجمل؟ الله يا الحماس اللي دخلنا فيه من قبل ان تبدأ صافرة البداية. الله يا تيفو، الله يا تيفو الاهلاوي، والله يا تيفو الهلالي، الله يا تطور كرة القدم السعودية. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم رؤية سمو سيدي عرام الرؤية ولي العهد الامير محمد بن سلمان الله يحفظه. تطور في اللاعبين، تطور في المدرجات، تطور في كل ارجاء المملكة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اوه يا الحماس، اوه يا الحماس يا كلاسيكو. الاهلي والهلال، مباراة مشتعلة ومثيرة قبل أن تبدأ. أوه كابتن الأهلي كيسي وكابتن الهلال سالم الدوسري، كيسي سجل عندك. مباراة اليوم شوف أنا إيش لابس، اللون الأخضر والأبيض، وتمنياتنا لأصحاب الأرض اللي لوني زي لونهم، لوني زي لونهم، واليوم أنا متضامن معاهم اللي هم مين؟ الأهلي. يا هلالية لا تزعل، انتوا الان 15 نقطة واحنا الاتحاد 15 نقطة، إذا فزت اليوم كم حصيروا؟ لا بدون ما أقول، لا ما تصيروا 18، 15 15، فبإذن الواحد الأحد اليوم تعثر هلالي إن شاء الله. هلالية لا تزعلوا، لا تزعلوا، أي فريق حينافذ الاتحاد أتمنى أن يخسر. يلا يلا كلنا مع بعض نشيد الأهلي. عبد الله كذا مرة؟ لا يا جماعة خير، عشان مصلحة الاتحاد، عشان مصلحة إيش؟ يلا يلا شباب، لك العهد. اوف اوف عبد الله انت تشيل قهلاوي ورانا يا جماعه الخير، عشان مصلحه الاتحاد. اوكي كل اتحادي ندعي ندعي انه الاهلي يفوز، وعشان انهم اخواننا وجيراننا. احلى الخطه، الله يتيفو، الله يتيفو، الله يتيفو. مع انه والله الصراحه الواقع يقول انه شكله على الهلال حيفوز، لكن ان شاء الله لا، الصراحه التمني فوز اهلاوي، لكن الواقع والله الواقع هذا اللي سلسله ما شاء الله من انتصارات وعدم الخساره ما راح توقف، وفي تهديد من بعض الاهلاويه انه اليوم حتنكسر السلسله. ان شاء الله اهم شيء اننا نستمتع في كره جميله تعكس التطور وجماليه كره القدم في المملكه العربيه السعوديه. لايكاتكم واشتراكاتكم بسم الله والصلاه والسلام السلام على رسول الله. نبدأ ومباراة اليوم برعاية التطبيق الأروع والأجمل، تطبيق المطار، ورابط تطبيق المطار في الوصف تحت، وأشكرهم على رعايتهم هذا الكلاسيكو القوي والمثير والجميل. تأخر الصافرة انطلاقة المباراة بسبب الدخان الكثير، والنادي الأهلي عنده حادثة بسبب الدخان، خايفين خايفين انه يبدأ بهذا الدخان. تنطلق الآن بسم الله ركلة البداية مع النادي الأهلي، وبإذن الله تبدأ الأهداف من النادي الأهلي. بس دقيقة أنا فكرت أوكي الأهلي سجل أول هدف، بعدين نعرف الأنظمة الهلال. بوب 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 بوب. 20 هدف يدخلوا. يا سلام يا سلام، سجلتوا هدف، حاول تحافظ على مرماكم. كمان مندي اليوم حارس، كل المؤشرات تقول اليوم الهلال فايز، مع كامل احترام التدير الهلاوية، لكن نقول ان شاء الله ان شاء الله فوز الهلاوي. يا الهلالية لا تزعلوا مني، انا اتحادي واتمنى اي فريق ينافس فريقي انه يخسر ويتعثر واي شيء يصير له. صلوا على النبي، مو معقول هدف من اول دقيقه. صلوا على النبي، والله الهلال ذا ما تسمع منه اي شيء. ايوه الحمد لله الحمد لله. اوه مجرشي حذاري، اوه شوف مجرشي يخطئ ويصلح خطأ، هذا باتمان. اوه 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 سلامات 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 سلامات. مجرشي انت مصاب، تدخل تدخل زي كذا. الله اكبر الله اكبر، والله نتف لودي نتفه. ما جاش يصلي على النبي، ما جاش يصلي على النبي. اول فاول في المباراه، واول فاول خطير في المباراه. مباراه جميله، مباراه حماسيه لابعد درجه ممكنه في الخيال. ما في اوفسايد، ما في اوفسايد. اوه امريكان اوفسايد. حكم حكم الاهلي قاعد على ارضه بين جماهيره، وفوز الهلال يعني ينفرد بالصداره. يرضيك يا حكم وانت لابس اصفر واسود يا حكم؟ يرضيك يا حكم؟ فين انتمائك للاصفر والاسود اللي انت لابسه يا حكم؟ ايش هذا؟ راس بركان بس بيجري، راس بركان صحصح صحصح الله يهديك ويصلحك. اوه ما شاء الله تبارك الله. ما في اوفسايد، ما في اوفسايد، ما في اوفسايد. هيا هيا الله 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 يا الاهلاوية، هيا الله الله يا الاهلي. بوب 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 بوب. اوف هذا احتفل جمهور قدام جمهور الاهلي، قدام جمهور الهلال. لا 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 يا حبيبي انت بدون ما تحتفل ترى ممكن الان يردوا هدف. انت كذا اوف اوف يسكت كمان. اوه فيجا لو الاهلي تعثر سامة تعثر. فيجا تروح قدام جمهور الهلال وتسكت؟ انت صاحي؟ اسال المجرب، والله الحركه دي ترى مضغوطه. والله يا فيجا سحب في بونو وسجل هدف،
سحب في مونو وسجل على مونو. اوه يا فيجا اوه يا فيجا يا اخوان، هل يسويها الاهلي يا اخوان؟ هل يسويها الاهلي؟ لو سوى الاهلي اليوم انا يوم كامل مشجع الاهلي، اعلنها رسميا. لو فاز الاهلي اليوم انا مشجع الاهلي يوم كامل. يا عبد الله يا رخيص، لا يا اخوان، مسرح الاتحاد. ايوه يا اسلام. بس نصيحة يا الأهلاوية، نصيحة يا الأهلاوية ونصيحة مجرب، لا تضمن الهلال لو انك فايز 10-0، لا تضمن الهلال، لا تضمن الشيبة بالذات ولاعبي. هلا 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 بالجمهور الأهلاوي، هلا بالجمهور الأهلاوي. عبد الله انت لابس طقم نيجيريا مسوي فيها أهلاوي، أخضر أبيض ولا مو أخضر أبيض؟ خلاص اللي تبون يلبس الأهلي خلاص. عبد الله لو الهلال جاب هدفين وتقدم، حتقول لابس التيشيرت ولا حتغير؟ بالله جيب لي التيشيرت أزرق. لا 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 يا رب يا رب. يوه لو يجي الثاني في الدقيقة 13، والله كذا مرة كثير. ايش هذا الاهلي؟ ايش هذا الراقي؟ ايش هذا يا اسلا؟ هل هددوكها بالإقالة عشان كذا تغير أداءكم؟ ايش اللي صار في الاهلي؟ فاز في آخر مباراة لي في بطولة آسيا وعاد الآن من أمام متصدر الدوري ويفوز الاهلي. غير الاهلي غير قلعة الكؤوس عادت يا اخوان. ان شاء الله كل لعيبة الاهلي دخلوا هدف اليوم الا واحد. مين؟ عبد الله كابتن الاهلي كيسين، ان شاء الله ما يدخلوا هدف. اوه لو الثاني يجي الان. ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. يا الاهلاوية يا الاهلاوية لا تضيعوا، حتندموا بعدين على الفرص هذه. خساس خساس. هل تعلم انه الاهلي اليوم لو فاز مين حيكون متصدر الدوري؟ الاتحاد. الاتحاد وان شاء الله تكمل يا الاهلاوية يا الاهلاوية، كملوها يا الاهلاوية. اذا فاز اليوم احنا حنكون متصدرين الدوري يا رب تكمل يا رب. يلا كيسه يلا كيسه. عبد الله الحين مع كيسه ولا ضد كيسه؟ ضد كيسه بس مع الاهلي. أوف. والله فيجا اليوم ما شاء الله. اوه يا فيجا ايش الثقة هذه اللي عندك يا فيجا؟ لعيبة الاهلي اتوقع المباراة هذه كل واحد يبي يلعب باقصى ما عنده، لانه المباراة هذه لو الاهلي فاز ترى حتكون دفعة معنوية، وبالذات عبد الرحمن الصانبي لو اثبت اليوم نفسه بغياب بندي، لانه اليوم الاهلي ترى عنده غيابات كثيرة، لكن الاهلي قلعة كؤوس. يا ايفون يا ايفون ترى الحارس بونو. غيابات الاهلي اليوم مندي وعبد الله العمار وزياد الجهني والمجحد والكسندر، 5 لاعبين غيابات عند الاهلي. في المقابل غيابات الهلال لاعبين، ليوناردو ومحمد العويس. لكن ان شاء الله باذن الله احنا الحمد لله الان مستمتعين ونستمتع اكثر، ولا الاهلي يفوز ان شاء الله. واو واو الاهلي يفوز. انتظار لمترو خطيره تمريرات جميله. لا لا عبد الله معلش والله عبد الله تدب، ركز في الجيم، قاعد تاكل يا جماعه الخير، ما فطرت ولا تغديت ولا اي شيء. والله هذا لو جاء هدف لقطه الموسم. سبس كان حيدخل على المرمى، عبد الله قاعد يدخل فمه. ما شاء الله ما شاء الله، اذكر الله يا جماعه الخير. اخوان ما فطرت ولا تغديت ولا ما اكلت ولا لقمه. كذاب عبد الله، ها قاعد اكل ايش؟ قاعد اكل تمر. يا مسكين. يلا يا رب. ايش هذا؟ نقول ان شاء الله تكتيك بطل. ضيعت وقتنا على الفاضي. الله يهديكم ويصلحكم، بس الله يهديكم من المرتدات دبو. اي واحد يقدر يقطعها. يوسف مسوي انه اوف كابتن، وانا اللي قطعتها وانا اللي انقذت المرمى من هدف كان محقق. ترى اي واحد كان حيقدر يقطعها ويخلصها. شو كيسي كابتن خلف الاهلي، شايفين ما عنده انتماء للفريق. ما ادري كيف اعطوه الكابتنيه بس. اوه 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 بثلاث طحين منطقة الجزاء. ايش حسبها؟ خطأ على مترو صح؟ اوه يا بنيس، هالمباراة هذه يا بنيس تكون تصحيح لكل الاخطاء السابقة. اوه يا بنيس يا بنيس، الى الان ماسك مترو ومو مخليه يتحرك ولا يتنفس. اوه شوف 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 كيف المسك بينهم. اوه دبليو دبليو اي. والله مترو الدبابه الحربيه لن يصمت. حذاري يا ابنيس ويا ديمرال، الدبابه الحربيه لن يصمت. يبحث عن كره ارضيه خطيره. يا الله يا الله يا الله، ربي لطف ربي لطف. تصدي من الصامبي وتصدي من القائم. يا الله شوف التورنيدو كيف في الهواء، اعطالك واحده لكن الصانبي تصدى والقائم ايضا تصدى. يا الله يا الصانبي يا الله يا الصانبي، هل تكتب اسمك في التاريخ في مباراه اليوم يا الصانبي؟ شوف ندم سافيتش على ضياع هذا الهدف المحقق، وشوف هنا كيف الدوام الحربيه هوب
لك واحدة البجرجي. الله سلامات بجرجي. قذيفة من الدبابة الحربية اتجاه البجرجي. سلامات سلامات. ايوه جمهور الاهلي. ايوه. هذه خطيرة. هذه خطيرة. هذه خطيرة. هل 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 هدف التعادل ام يتصدى؟ اوه يا صامي. هل الصامي يخلي مندي احتياط لي؟ يا الله يا ما شاء الله. هذا اللاعب اللي كان لي في المباراة السابقة اخطاء، لكن اليوم يوم التصحيح من الصامي، من ابنيز، من مجرشي، من لعيبة كثير. اوه فراس بركان، ايش هذا؟ المباراة هذه ما تحتمل الاخطاء، المباراة هذه ما تحتمل الاخطاء. حذاري يا الاهلاويه. الحمد لله انت ليه كنت مشجع اهلاوي واحنا ما ندري؟ يا اخوان يا اخوان كله لمصلحه مين؟ مصلحه الاتحاد. اي فريق ينافس الاتحاد احنا نتمنى. ايوه زي ما قلت لكم ركزوا معي ركزوا الله يصلحكم ويهديكم. خطيره خطيره والله. هدف يا جماعة الخير، هدف تيكي تاكا وانهاء من هداف الدوري المجنون ميتروفيتش. كان متعادل هو وبنزيما، كل واحد فيهم كان واصل لسبع اهداف. يا اخي افرح يا اخي افرح. انت ان شاء الله تخسر اليوم، انا اسف للي يعني غير رب الاتحاد يصدر. يا اخي الشيء هذا والله زودها يا اخوان. اليوم الاهلاوي قاعد يقول احنا حنكسر السلسله وحنوقف الهلال. اوفسايد اوفسايد اوفسايد، حكم اوفسايد، سيد الحكم اوفسايد واضح. والله شوف التيك تاك اللي هنا، شوف كانسيلو كيف يا جماعه الخير. انا شايفه اوفسايد شوف التيك تاكات المناولات والحركات بوب والانهاء. يا مخرج فيه في احداث قاعد تصير، نبي نشوف الاحداث. هدف الاوفسايد الغى صح الغى صح يا مخرج. الحين هدف ولا مو هدف؟ الغى صح. ايوه شوف شوف النظره الاولى، النظره الاولى، النظره الاتحاديه وليست النظره التحكيميه. لا الحكم ايش لابس؟ اصفر واسود، يعني في مؤامر ضد الهلال. لا لا يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش الكلام هذا؟ ايش الكلام هذا يا جماعه الخير؟ لا ما في مؤامره بس الحق حق. انا حتى في مؤامره ما عندي مشكله، استغفر الله العظيم. لا لا خير ما يصير الكلام هذا. ويو اهلي والله العظيم والله عرجت شويه. ايوه واو واو. لو الهلال سجل هدف قبل نهايه الشوط الاول والله لينا الشوط الثاني ما تظن الهلال. يا الهويه تكفوا تكفوا، حافظوا على مرماكم يا الهويه. يا الله يا اخوان يا الله، لو هذا كان جاء هدف كنت ممكن اتوقع انه الهلال يجي الشوط الاول 2-1 3-1 لانه حيتحمسوا مره. الله يستر منكم يا هلاليه، والله كل الحب والتقدير. وانا عندي اصدقاء كثير من جميع الانديه، هلاليه اهلاويه نصراويه، احب الجميع وكلكم اخواني، لكن مصلحه الاتحاد هي الاولى ان شاء الله. احبكم بس اتمنى فوز فريقي. هذا هو المشكله، هذا اللي هذا تسبب الهدف هذاك. شوف 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 هذا لعب اناني ما يناول ايش هذا يا ابنيت. يلا يلا ما قصر ما قصر. ايوه ايوه لا 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 ناول ناول. لا لا هذا انانيه يا الاسمري يا الاسمري يا الاسمري. انت وانت كم مباراه انت قاعد تلعب احتياط؟ مباراه اليوم لازم تكون في روح التعاون بينكم، يعني لو انت مشارك اساسا عشان الغيابات حق الاهلي وكذا السمري الله يصلحك ويهديك. اوه الخطا. اوه شوف 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 قاعد يزعق قاعد يزعق على بونو يزعق على بليهي. بليهي وبونو كانوا حيسووا مشكله كبيره للشيبة وكانت انت تكلف الهدف الثاني. حذاري لا عبد الله مو الحذاري خليهم يغلطوا. اغلطوا وممتاز عليك يا بليهي انت وبونو، خلي الشيبة يزعل. اوه مترو طاح في الارض، هل في ركله جزاء؟ ايش في؟ لا 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 انا الحكم اللقاء قصدي الشوط الاول. واو والله صدعت. يا الله يا راسي يا الله يا راسي. ها ها خلاص الحكم نهى الشوط الاول. انتهى الشوط الاول. ووو اصدع اصدع اللي في راسي. الله المستعان والله عندي الشوط الثاني على خير. الشوط الاول تفوق الاهلي اداء ونتيجه، وصراحه كانت فيه هجمات خطيره او اهداف للهلال، هدف وكان ملغي بداعي التسلل، وهدف اللي تصدى لي الصامبي والقائم. حذاري يا الاهلاويه من الشوط الثاني. واو الشوط الثاني حيكون مثير اكثر من الشوط الاول. لايكاتكم واشتراكاتكم الشوط الثاني. الله يا محرز شوف 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 كيف بطيء بطيء، مو ان الكره سريعه حقت محرز او طيب. ما شاء الله يا سرعه، شايفين كيف فرق السرعه بين مالكم وبين بنيت؟ بنيت دخل بين كيسه. عبد الله شايفك حاط على كيسه كذا، انا ماني حاط عليه يا جماعه الخير. هذا الواقع، الواقع يقول انه هو بطيء، ما يعرف يسجل ما يعرف يقطع اشياء كثيره ما يعرف. الله يسرعه ويهديه بس. الله اكبر. اشتغل 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 اشتغل. لا إله إلا
علمت الحركات هذه اللي مو مضبوطه. الله يسحق ويديك منك اخوان. هذا واصل للهدف السابع هو كريم بنزيما بهذا ما في اوفسايد. بهذا الهدف يوصل الدبابه الحربيه المجنونه للهدف الثامن في صداره هدف الدوري. لا اله الا الله يا الاهلاويه. انا قاعد اقول لكم لا تمنوا مدريد 90 من الدقيقه ما ادري كم خرجوا يسجلوا هدف. اي والله كويس بس يا مسوى لك كذا. لو خيس سوى كذا كان اقول كملت. الله اكبر عليك الدبابه الحربيه. الله اكبر عليك. شوف كيف شوف كيف كانه اول مره يسجل هدف في حياته. ايش التعطش ذا. هي دقيقه 57 الهلال جاب التعادل. لسه باقي تقريبا 33 دقيقه حتى انتهاء الوقت الاصلي للشوط الثاني والمباراه. لكن كلنا ثقه فيكم الاهلاويه الاهلاويه. والله مع انه والله انا اتوقع بعد ذا حاشوف فيضان من الموج الهلالي. الله يستر عليكم الاهلاويه. دائما بين الشوطين ايش يحمس اللعيبه وايش يعطيهم تكتيكات وايش يسوي هذا الشعب الداهيه ما تعرف. لكن نسيب الخصوم احيانا الشوط الاول سووا اللي يبغوه الشوط الثاني يفوز. الله اكبر عليك يا شيبه. الله اكبر عليك. وانا اللي قاعد اقول اليوم ان شاء الله ممكن تنكسر السلسله واجي اقول للشيبه ها تبي توصل لرقم الاهلاويه. وانا قلت ايش الرقم هذا الوصيل للهلاويه. ممكن الاهلي اليوم يدخل بقوه عشان ما ينكسر الرقم ده. الهلال واصل لسلسله عدم خسارات في البطولات المحليه ل 51 مباراه والرقم القياسي عند الاهلي ب 55 مباراه. انا توقعت قلت الاهلي اليوم ممكن يعطل الهلال عشان ما يحطم رقمهم. والهلال واصل من سلسله عدم الخساره في الدوري ل 41 مباراه والاهلي رقمه القياسي ل 51 مباراه. يا الهلاويه اذا تعدوكم ترى احتمال كبير يتعدوكم كمان في الرقم القياسي. وانا اليوم قاعد اساندكم وامزح بالابيض مو عشان الاتحاد عشانكم. الرقم القياسي حيخمر الهلال. ما يصير ما يصير هذا الكلام. فحاولوا وشو التعادل برضه كويس بس لو يخسر الهلال افضل. ولو خسر الهلال صدق الدوري لمين؟ للاتحاد. عشان كذا يعني انت هتقول كلام في مصلحه الاتحاد. لا لا يا اخوان في مصلحه الاهلي. في مصلحه الاهلي تخيل هذا هدف الهلال. اوب اوب اوه هذا الكلام كله لو هدف الهلال. اوه والله والحق الكلام اللي ساعه قاعد اقوله. اوه اوه هذا مو بس يوجه اللعيبه هذا قاعد يوجه الجمهور. هذا قاعد يوجه اللعيبه يوجه الجمهور. هذا ما بقى احد ما وجهه. قاعد يقول الجمهور شجعوا اكثر. طغيان وهيبه خيسوس في الملعب وفي المدرجات. ايش هذا يا شيبه؟ يا شيبه ارحم امي في الارض يرحمكم من السماء. يا شيبه خلي عندك ذره رحمه. يا شيبه خلاص خلاص انت بس قاعد تفوت 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 تفوت. والله ترى حياتكم صارت ممله. ما شبع ويبغى مو اوفسايد مو اوفسايد. العب العب. اوه لو تفوزوا وتروح تحتفل قدام الشيبه. اوه ايش هذا؟ ايش هذا؟ اوه يا توني. اوه يا ايفان توني كيف تضيع منك هذه؟ ايفان توني انت المباراه هذه لو ما تسجل هدف ترى كارثه. انت الفريق قاعد يحتاجك ويحتاج انك تسجل عشان ياخذ ثلاث نقاط. شوف ابنز شوف ابنز حاط يده على راسه. نقول بسم الله نقول بسم الله وعلى بركه الله. لكن بونو بونو بالمرص. اوه في لعب طايح. سلامات سلامات. سافيتش ولا مين هذا؟ يمثل مترو مصاب يا حبيبي. العرض تنصاب وانت ما تنصاب ما شاء الله تبارك الله. لا 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 تقنعني انه هذه الطيحه جابتك اصابه. مستحيل مستحيل. اوكي منزه دخل عليك دخله عنيفه لكن انت ما شاء الله جسمك ما يتاثر. شوف قام يجري قام يجري. صلاه على النبي. هذا ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذا ياكل حديد هذا ما شاء الله. اوه وصلت الهدف. الله يستر الله يستر. الله عليكم الله عليكم دفاع حديدي. والله توقعت هدف. يا الله الله يستر. الله يعدي الهجمه ذي على خير. يا الله يا الله توقعت هدف الصراحه. لسه ما انتهت يا ابو ايش الهجمه ذي المره الثانيه. الله اكبر تصدي على مرتين هدفين هدفين محققين. يا الله يا الله الهلال يا الله الهلال. الهلال يبغى يخطف هدف. الهلال بيخطف هدف الفوز ليضمن الثلاث نقاط. والله يستر من الهلال. والله يستر من الهلال وهجماته. شو 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 مترو هوب اعطاك واحده راسيه. ومين الثاني؟ سافيتش. الله الله يا ديميرال. والله يا صامبي
ديميرال للمرة الثانية ينقذ مرمى الأهلي من هدف محقق، والصامبي ما شاء الله يواصل تألقه. لكن شفتوا تحليق مترو في الهواء والرأسية اللي سواها؟ هل تعلم عزيزي المتابع انه هذا المجنون مترو لعب قدام الأهلي 4 مرات وفي كل المرات سجل هدف وكلها براسه؟ الاربع مباريات كل مباراة هذه سجل فيها هدف وعن طريق رأس هذا المجنون مترو. وهل تعلم عزيزي المتابع انه افضل لاعب وافضل مدرب للشهر اللي فات شهر 9 هم مترو وخيسوس؟ لكن الله يستر عليكم يا الاهلاوية من الهلال كله. ابا 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 ما في تسلل، ما في تسلل، الله يستر. 3-2 3-2 الله الصامبي، الله الصامبي يلي حتخلي مندي احتياط لك، الله عليك، الله يستر. صفقة صفقة لدفاع، صفقة لا دي خلونا نحييهم، لا لا لا، صفقة لدفاع الأهلي وحارسه الصامبي. صراحة صراحة ما يكون في حركة جزاء، لا لا مالكم رفيجي وش حقه يوبا قاعد تمثل يوبا؟ لا لا ان شاء الله ما في شيء، مع كامل احترام وتقدير للشعب الكويتي اخواننا واهلنا. الله يستر. الله 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 الدخله، انت دوبك داخل، انت دوبك داخل يا ريان حامد، انت ايش الدخول ذا، ايش الدخول المتهور هذا؟ تخفي يا حكم، معلش تصرف يعني كان غير مدرك، كان غير مدرك يا حكم، كان غير مدرك، عقله شويه كان يعني غير مركز، مسيها والله دخل بيتك. ايش هذا، ايش هذا، انت كذا هدمت كل اللي قاعد يسويه الفريق. بس كيسيجا كيسيجا ايوه يلا كيسيجا، يقول الحكم تبوا الحق ولا مو الحق؟ الحق بلنتي، لكن الحكم المفروض ما يحسبه. يا واد شال مالكم شيل، شال مالكم شيل، انت دوبك داخل، دوبك داخل يا ريان حامد، ايش 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 هذه الدخله، ايش هذه الدخله؟ الناس افهم في تصرفات من بعض اللاعبين، يعني انت تصرف خطا واحد انت تدمر فريقك. حكم حكم لا حكم لا 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 ترجع للفار يا حكم، انت لابس اسود اسود يا حكم، ايش بك، ايش انت بقول احنا اليوم اسود اسود اتحاد، لا تحسب اي شيء للهلال، ايش بك؟ يا اله الا الله، هذا ما فيها فار، هذا على طول بلنتي. حين لابس اخضر وابيض ومعاكم يا الاهلاوية ومدري ايش ومساند للجار، افسخ افسخ التيشيرت، افسخ التيشيرت. شوف يا حكم ترى لو حسيت بلنتي حيقولوا زيك زي الحكام الثانيين، لكن لو قلت مو بلنتي حتكون حكم مميز، سوي قرار يا اخي، سوي قرار يعني غير العاده عشان يقول حكم مميز وفنان ويفهم. اوف اوف انت دوست الكرة الاصفر والمي كمان. ريان حامد، الله ريان حامد انت دخلت نكبت فريقك، نكبت فريقك. ريان حامد راح يكلم مالكم يقول انا ما ضربتك يا حبيبي، انت مستحيل تقنع مالكم ومستحيل تقنع اي احد من بلدي يا ريان حامد. ايه الدبابه الحربيه جاء، هو اللي بيشوت الان، هو في صداره الهدافين ب8 اهداف ورقمه 9، ولو سجل هذا الهدف حيصير في رصيده كم؟ 9 اهداف. لكن باذن الله الواحد الاحد انه ما يدخلها وانه فوز اهلاوي اليوم. نقول يا رب، نقول يا رب يا جماعه الخير، الصامبي اليوم ما شاء الله كان متالق وان شاء الله يستمر تالقه بتصديه لركله الدبابه الحربيه هذا وما يوصل للهدف رقم 9. ان شاء الله تصدي للصامبي عبد الرحمن الصامبي وميتروفيتش، عبد الرحمن الصامبي السرارة وربي أسطورة وربي حارس وربي فنان، الله عليك الصامبي جريتا، والله جريتا الصامبي. أتمنى من إدارة الأهلي بيع عقد الحارس مندي، لأنه الحارس الأسطورة عبد الرحمن الصامبي أثبت وجوده، الله عليك. بإذن الله والله هذا يدخل على مرماك بإذن الواحد أحد، باقي تقريبا 14 دقيقة ها؟ لا عيدة؟ لا ايش هي يا حكم؟ اوف 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 بيضربوا بيضربوا، لا 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 يا جماعه الخير، جماعه الخير بليز ريلاكس بليز دونت مشكله، احنا في الدوري السعودي دوري الاخلاق. بسم الله الصامبي، لا يا الصامبي لا حول ولا قوه الا بالله، تقدم على الخط يا حكم. انت ايش بك يا حكم يا حكم؟ انا كم مره اقول لك انت انت لابس اصفر اسود، انت ما تقدر اللون اللي لابسه يا حكم، انا غلطان انه انا اعطيك اصفر اسود يا حكم، غيروا غيروا هذا حيضيعها مره ثانيه. برضو مصر نشوت على مجلس جاي يوتره، على مجلس جاي يوتر، اوف 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 على مجلس جات كوره. يا الله والله يا اخوان صدعت، والله يا اخوان صدعت، يا الله لا اله الا الله يا مترو. باذن الله انها برا الباب، متصدي برا يا رب برا. شات الاولى في اليمين وتصدى لها الصامبي، الثانيه شاتها برضو في اليمين وضحك على عبد الرحمن الصامبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عبد الرحمن الصامبي ليش ما تقدمت؟ انت عارف تقدم تسوي نفسك اي حاجه، الغي خليني احكم بعيد البلنتي. لا اله الا الله. طب انا
طيب والاخر معاكم مين حيوقف الاحتفالات ذي؟ مين حيوقف الانتصارات ذي؟ مين حيوقف الفريق هذا؟ مين حيوقف الجبروت هذا؟ الحكم وقف بريك، والله المفروض بس بريك للاهلي، الاهلي الهلال بس عنده بريك، خليهم يجروا حوالين الملعب 10 لفات فوق هذا كله حينزلوا ما شاء الله يقفل. يلا فين الكورة؟ انا طالبت كثير واطالب انه الهلال ما يلعب معنا في الدوري، سووا لهم دوري لحالهم خلوهم يلعبوا مع بعض، هذا الدباب الحربي فريق لحاله. طب انا دحين ده في بريك مويه اروح اغير التيشيرت واجي وانا لابس الى مخضر ابيض عشان قال مع الاهلي وما ادري ايش، اصلا كبير جدا الاتحاد حيشجعكم الله يهديكم بس. والله العظيم انتوا ليه؟ يا الهلوية انا اليوم معاكم، يا الهلوية لسه في وقت يا عبد الله، ان شاء الله ان شاء الله يكون في وقت، لسه 11 دقيقة. صلاتي على النبي كم قرص مويه ذا شرب؟ يا ابوي هذا اعطوه كرتون مويه ما شاء الله تبارك الله، وممكن ما يكفيه ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا مترو، صراحة قرار الحكم صحيح 100%. يا عبد الرحمن الصامبي ليش تقدمت؟ ليش تقدمت؟ كل بال ايش بك؟ ما دفع القطة؟ طلعوا برا الملعب ولا ايش؟ والله العظيم الله يكرمكم ما جزمة كولوبالي يا ابويا ما شاء الله الجزمة ما استحمت رجله ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا رب يا الاهلي يا الاهلي ترى انا لابس اخضر ابيض عشانكم يا الاهلي يا رب يا رب يا ابويا انا غلطان خليني البس دقيقة انا غلطان خليني البس ذا لو سمحت كت 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 لا حيشوف لا حيشوف لا حيشوف والله وانا البس خطيتي هدف على الهلال ولا يكون خطه انا لما البس تيشيرت فريق انا اكون منحوس وانحس الفريق حلو بقى 4 دقائق عندها وصلني حلوين يلا يا هلال معاكم اوكي يلا يا هلال يلا تبغى ايش لابس ازرق عشان ايش عشان الهلال يخسر لا لا عشان الهلال يفوز يا متخلف عشان الهلال يفوز خليك تشجعهم عشان يخسروا انت ايش عكسي الحسم يا هلال العب يا هلال جمهورك بونو الله عليك بونو الله يا بونو الله اكبر عليك يا بونو يلا يلا دفاع كل بالي بلي شباب لا اي والله عليك لودي هي لودي اللي كان سيء الان صار سوبرمان ايش في سلامات سلامات بجرشي لا لا حكم مو بلنتي انا الان حكون ايش مشجع بالدم للاهلي للاهلي مين للهلال قصدي في داس حكم في داس والله لو صار بلنتي للاهلي انا مو منحوس يا ولد من اليوم رايح انا هلالي بالدم بالدم حشجع الهلال يا شيخ لو في مباراه وديه حشجع الهلال الحكم يقول غير متعمد يا حكم حتى غير متعمد متعمد احسب يا حكم خروج التورنادو انا ايش دحين معاهم قاعد اشجعهم اوكي فهموها الله عليكم بيزانو الله عليك التورنادو احسن لاعب اسيا والله على شغلك يا اخي ايش طلعته عشان ممكن معاه كرت خايف عليه من الطرد ولا عشان انه تعبان ولا عشان ايش ما عليك الهلال دائما ايش نقول الهلال بمن حضر ايوه هلالي يلا ان شاء الله برا اوف انا ما جرش ايش هذا ايوه على الراي ضيع وقت ضيع وقت ايوه الله يا خبره يا اخي يا اخي اخ زعيم اسيا زعيم اسيا نعرف كان ضيع الوقت معلش يعني انت عزيز الهلاوي هل كنت تتوقع انك تفوز على وصيف العالم الله اكبر عبد الله مره هلالي لدرجه اعترف انك هلالي من زمان انا سجلتكم من الهلاويه ما اثمر تشجيعي معاكم بشيء الله يهديكم ويصلحكم زعلتوني يلا بقي 10 دقائق ممكن على الاقل طيب لو ما قدرت تفوز تعادل الله في الايمان تعادل يلا يا هلال عبد الله انت جننت الناس انت وجنون وجننت الناس انت الحين مع الاهلي ولا مع الهلال انا مع الحكم الحكم مصفر اسود لكن الحكم مخه شويه فيه مشكله حسب بلنتي للهلال وانا قلت له لا تحسب يلا بسم الله خلونا نركز عبد الله مستحيل احد اصلا قاعد الان قاعد يكمل المقطع شاف واحد مجنون حط ديسلايك طلع من المقطع لا يا اخوان عيب عليكم يا جماعه الخير ايش كان فاضي هذا ما يصير اللي يسوي حاجه ذي ترى شخص ايوه بتغلط على متابعينك لا مو اغلط ما يصير الكلام هذا شباب طلع طلع ايوه مترو ايوه هداف الدوري يعني من جدكم الاهلي بيزخر هدف لو كان في هذا الملعب الاتحاد يواجه الهلال مستحيل الهلال يسجل هدف مو يفوز مستحيل يسجل هدف اللي فات مات واحب اذكركم انه المباراه اللي كانت في هذا الموسم كانت فين في الرياض ما كانت في جده لو كانت في جده واحنا مكاننا نفس مكان الاهلي مستحيل الهلال يفوز على كبير جده اوف بدايه المقطع مع الاهلي وانا معاكم الاهلاويه واشجعكم اللهم الله يهديهم هم تسوا الرايق بونو ديما بونو ديما روقان ديما تصدي ديما فوز ديما ثلاث انقار هي يا جماعه ترى هذه خطه انا مسويها عشان انحسهم لا حد يصدق اوكي شكرا لك يلا ماركم
باقي تقريبا 7 دقائق على انتهاء المباراة. اوه لو يجي ثالث، اوه لو يجي ثالث، لا لا يا رب، لا 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 ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. الله اكبر عليكم يبا، يجون الانفصام الشخصية. الله اكبر عليكم، شوية 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 شوية، هدوا هدوا هدوا، انا معاكم بس انا ماني معاكم، انا والله قاعد اكذب، استغفر الله، هدوا صلوا على النبي. يا الله والله توقعت هدف. ووو ديميرال ديميرال ديميرال، نجم اللقاء بلا منازع. ديميرال انقذ 3 اهداف. الهلال الحين جاب 3 اهداف، ديميرال لوحده انقذ 3 اهداف. الهلال 3 اهداف كيفك؟ الهلال فين؟ بالله والله معليش، مع الحماس قاعد اتحمس شويه، معليش معليش. يا الله يا ايفون، يا الله يا ايفون 8، ايفون تون ايش بك؟ محرز كيف؟ كيف وليش؟ وإيش هذا؟ ولماذا؟ وحيثما أنه كان، أين هو؟ إيش هذا؟ كيف هيضيع؟ يا الله يا محرز، يا الله يا محرز، وشوف الوقت كم؟ حيموت حيموت حيموت. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. إيش هذا؟ جمهور الأهلي، جمهور الأهلي كلهم بيقطع التيشيرتات، بيقطع الدقيقة 94. يا الله الدقيقة 94 لو هذا جاء هدف، يا الله حجب جمهور الأهلي يولع الملعب ويشيل الملعب شيل. أوه أوه أوه، شو كيف النظرات؟ الله الله أوف أوف أوف. خيسوس يا أخي حرام عليك يا أخي، يا أخي حرام عليك، حتى لو تجي توجه يا أخي، يا أخي النظرات هذه يا أخي لا تكسر قلب مالكم يا أخي. هاي شو الشيبة، شوف الشيبة اللي استغفر الله بس ما بغلط عليك يا شيبة، قاعد يزعق عليه يزعق عليه. مالكم ما سمع توجيهاته؟ تعال اطلع اطلع، زعق عليه، قول له يا سلام اي سلام. لو حتى شوف ما سلم عليه ودخل تومباكتي. عبد الله الكلام من جد ولا من كيسك؟ اكيد من كيسي. اي لودي ايش هذا؟ ما شاء الله يا سافيتش. كيسي كيسي ما يعرف يلعب، ما يعرف يلعب، ما يعرف يلعب، ما يعرف يلعب، حتى لو بان موجود ما يعرف يلعب. المره وراه قاعد يطالع كذا، ثبت الكره وعدي راسك على طول، ثبت الكره وبطيء بطيء. ايش البطء اللي فيك يا كيسه؟ اي وجه 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 وجه، هذه المباراه اخر مباراه لك، وحتتوكل على الله. اخر الثواني، اخر الثواني، مو اخر الدقائق، اخر الثواني. هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ عبد الله تشجعهم. ايوه ايوه بلهي ابوي، هذول الخطه ما تمشي معاهم، هذول لما تشجعهم يضرب معاهم الخطه. شوف 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 شوف، الخطه قاعد تمشي معاهم، لكن لما سجع الفرقة الثانية النتيجة تكون عكسية. لو هذا هدف ترى حقطع التيشيرت. واو يا ابوي، انا كل ما سجع فريق انحس الفريق ويخسر الفريق، ليش لما سجع الهلال ما تضبط هذه الخطة والهلال يفوز؟ هل انا نحس ولا الهلال ما شاء الله تحصن وما شاء الله قروا سورة البقرة وكل القرآن كامل ما شاء الله، ولا ايش صار ولا ايش فيه؟ الوقت الاصلي والاضافي للمباراة انتهى، وصلنا للدقيقة 115 ثانية. خلاص خلاص، عبد الله انت لابس ازرق ايش بك؟ يس يس، والحمد لله النفس يس. اي سوي كذا سوي كذا سوي كذا كذا، وعلى المطار اوكي، على المطار على طول، روح على المانيا على طول. شوف الشيبة ماسك الساعة، يبي يعرف كم باقي من الوقت الاصلي والاضافي. الشيبة على الثانية، على الثانية ما حيسمع. شوف شوف ذكاءه، شوف الداهية، عشان ياخر الوقت سوى تبديل، عشان يهدي رتم المباراة وعشان يضيع وقت. انه الداهية خيسوس يا اخوان، هذا حيحطم رقم الاهلي اليوم. المباراه هذه كانت حتكون، وهي كان في تهديدات من الهلاويه انهم حيحافظوا على ارقامهم القياسيه، لكن الهلال وخيسوس واللاعبين حيجيبوا رقم قياسي وسجلوها. لكن لما جيت واجهت الاتحاد، ايوه ايش يصير عبد الله؟ خلونا نركز هنا، خلونا نركز هنا. يلا يا دارس، يلا يا شباب، يلا يا شباب كلكم هاجموا، كلكم هاجموا، كلكم اطلعوا. يا محرز يا محرز يا محرز، ليش تقتل الهجمات كذا ببطئك وقال لك حركات وبركات؟ شوف هنا دوله حربيه ما شاء الله تبارك الله. الدقيقه الان 102، وكان الوقت بدل الضايع 10 دقائق، دقيقتين وشويه زياده وكرم من الحكم. انا قلت لك حكم اضغط الهلاليه، اسمه كذا كنت بحسس البلنتي من اول وكنت ريحتنا كذا. احنا مو فايزين يا حكم، الله يديك وصعك. اوه اوه يا اخوان، يا سيناريو مجنون لو يجي هدف الان. اوه يا اخوان يكون ايش كمان الوقت انتهى، والهلاوي دخلوا بيت في الوقت اللي ايش من كيس الحكم. اوه حتشو. يا عمي هذا مو ايفون، يا عمي هذا نوكيا، تعرف النوكيا؟ هذا نوكيا، مع كامل احترامي وتقديري لشركة نوكيا. انتهت انتهت، انا دحين افرح يا اخي. الله يسود نفسك يا اخي، الله يسود نفسك. ها
تيفو؟ هذول بداية المباراة سووا تيفو ونهاية المباراة سووا تيفو. ما عندي كلام. وعبد الله بارك. طب بس شوي خليني اتنفس لاني تعبت. مين يوقف ذولا؟ مين يوقف فرحتهم ذولا؟ اخي بس الله. انا غلطان مشجع الاهلي. مع كامل احترامي جديد لكم يا الاهلاوي، والله احبكم وعزكم وانتم اخواننا وجيراننا. قاعد ابكم بس انت الله يهديكم مرة ما ادري كيف. الحمد لله انتهت المباراة جميلة، استمتعنا فيها من ثوانيها الاولى الى ثوانيها الأخيرة. ألف مبروك للهلال فوزه، وألف مبروك لجماهيره فوزه، وأيضا ألف مبروك لهم صدارتهم المؤقتة. إيه نعم المؤقتة، إذن لا حد ترجع صدارة للاتحاد. وهارد لك للأهلي والجماهير الأهلي، استمتعنا بمباراة جميلة، هذا أهم شيء، اللهم لك الحمد. جمهور الهلال والجمهور الهلالي، ترى كل الوضع ترى أحب أنا طقطق وأمزح، لا يزعل مني. الحمد لله، وإن شاء الله صدارة تعود للاتحاد. لايكاتكم واشتراكاتكم، السلام عليكم.